فار ايه بس؟ اصحى على فار، اصحى على فار وشال الرعاش. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه حضرتك واحده بتواجه حاله اغتصاب وقدرت توصل لتليفون وتكلم الشرطه وقعدت تصرخ الست وتقول الحقوني الحقوني الكلاب الكلاب؟ تعمل ايه اكتر من كده؟ تاخد تاكسي وتنزل تبلغ البوليس بنفسها؟ حضرتك عندك رد على الكلام ده؟ انا شايف انه عجيب، ممكن يحصل في كل الدول. هو انا كل مسؤول يجي يقعد قدامي يقول لي عادي جدا وبيحصل في اي دوله في العالم؟ انا ماليش دعوه باي دوله في العالم، انا عايز اعرف مشكله دولتي انا، مشكله البلد دي ايه؟ ايه اللي بتهببه هانيا ده؟ انزل لي الفاصل بسرعه. باشاندي باشاندي، صباح الخير يا بوسكا افندي. صباح الزفت صباح الزفت يا حيوان. نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك تين، ما تشربش سجاير تاني وانت شغال. وعليك يا ولد المحظوظة يا بوشكاش افندي. الحر ده من النهارده مالكيش برامج على الهوا، البرنامج بتاعك يتسجل وساعتها اقول لك ايه اللي تقوليه وايه اللي ما تقوليهوش. يا فندم حضرتك لو سمحتي اتفضلي، ادي نتيجه اهمالك وتهورك. ده اختار من المحكمه بعضيه رافعها علينا رشدي بيه. لا الراجل اللي انت بربطتي بكرامته الارض. يا فندم مش انا بس اللي بتكلم عليه، البلد كلها مليانه اشاعات عليه، وبعدين بقى مفيش دكان من غير نار، واكيد في شواهد للكلام ده. الشواهد دي من نسيج خيالك يا مدموزيل. ونسبه الوفيات اللي في مستشفيات رشدي بيه الخيريه. من غير فلسفه فاضيه، حالات الوفاه اللي بتتكلمي عنها دي موجوده في كل المستشفيات وكل يوم. اوكي، نسبه الوفيات في مستشفيات رشدي بيه الخيريه 70% وبقيه مستشفيات البلد 30%. ده ما يخليش حضرتك تشك، والنادي اللي هو فاتحه اللي كل يوم يمضي فيه لعيب شكل عمال على بطال، ده برضه ما يخليش حضرتك تشك. انا مش ناقص مناهده. اسمعي بقى، اذا عايزه تحافظي على مكانك هنا في القناه اتفضلي، دي دعوه عاملها رشدي بيه هلال لحفله كبيره، تاخدي المعد الهمام بتاعك وتروحي على الحفله تقابلي رشدي بيه هلال، تعتذري له تتاسفي له. انا ماليش دعوه، المهم تصلحي كل اللي حصل ده. ديمتري بوشكا حبيبي يا حبيبي ازيك؟ ده يا عم سينا ده يا راجل الكلام ده. اوه حاسب بوشكا حاسب. اوه يا عم خلاص بوشكا خلاص خلاص. نعم سوري. ايه يا عم ديمتري انت كمان؟ انت ايه حكايه اللعيبه الكحيته اللي انت بتجيبها لنا دي؟ ايه؟ السلعوي ده يا سلام، ده السلعوي ده عامل زي ده اسمع له مسمى يا راجل، ده بيهبش في اللعيبه. يا راجل بيهبش ايه؟ ده نزل اخر خمس دقايق الماتش اللي فات جاب جول في نفسه وعمل اتنين بينن وشويه وكان هيعمل بيبي بين العرضتين. لا 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 يا راجل مش كلام ده. اه يا راجل والنبي سوق انا. لا لا ما تسوقش انت. لو النبي سوق انا. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. ما ينفعش يا بوست. لا العربيه دي اوعى يا عم بقى. العربيه دي المصحف لسوق. لا ما ينفعش والله انا سوق. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. يلا والنبي هتودينا في داهيه يا بوست. يلا بقى بوست يا جدع عيب والله ما كان. بوست We'll be right back.
موتني بوشكا. كمان حارس مرمى. انت سلعاوي، انت سلعاوي، انت مخبي. لا ده سلعاوي. مخبي السلعاوي هو انت مخبي يا لعيب مخبي. السلعاوي اهو. انت سلعاوي عجيبه، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في تليفون. عموما كتب لابنك السعد يا حاج، ابنك هيتظرف لمدة 5 سنين، 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنة، يعني أكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت إيه يا حاج؟ أنت معايا ولا غياب النهاردة؟ وال 750,000 دول يعملوا كام مصري؟ إيه ده؟ يعملوا كام مصري؟ أنت عايز إيه حضرتك؟ إيه ليه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هم 150,000 جنيه، وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل اول الصحراوي، يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما عزيز او فاتن حمامة تقريبا، عشان ما اقدرش اكدب عليك انا راجل كوريكتو. زينة والله زينة. بس في حاجة يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيلك البواسير. شرط ايه؟ بقولك شرط جزائي. هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه يعني. ما تبعبعها شوية يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين.